كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تسلمه تقرير فني من خالد جلال مدرب بطل كأس مصر يضم ملامح قائمة الفريق الأولية وخطة إعداده للموسم المقبل. قال مرتضى منصور إن خالد جلال عرض تصوره من حيث اللاعبين المستغنى عنهم والمطلوب ضمهم وكذلك موقف المعارين، مؤكدا أن اتفاق رؤية المدير الفني بشكل شبه كامل مع رؤية مجلس الإدارة. وأضاف رئيس الزمالك أنه سيتم ضم مخطط أحمال يوناني للجهاز الفني، موضحا أنه سيتم الإعلان عن تعديل وصفه بالبسيط في الجهاز الفني اليوم. خضع ثنائي الزمالك محمد عنتر وأحمد ندبولي للتحقيق خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بالتحقيق معهما بعد المشاركة في مباراة ودية استعراضية للكرة الخماسية في سوهاج. قررت إدارة الزمالك تغريم عنتر ومدبولي ماديا بعد المشاركة في المباراة الودية على أساس أن مشاركة الثنائي جاءت بدون علم الجهاز الفني. ومن جانبه أكد عنتر خلال التحقيق أنه شارك في المباراة الودية هو وزميله بعد موافقة أيمن حافظ مدير كرة المصرية بالنادي الأبيض، وهو الأمر الذي لم يكن يعلمه مجلس إدارة النادي الأبيض.